التخصمات اللي احصل عليها في اماكن الترفيه للاطفال، عندك تذاكر السفر، اخذت سياره، صرت فوق ال 20 و 25 الف. صندوق السعاده ساعدني صراحه بمبلغ مالي لتكاليف الزواج، بالاضافه الى الحمد لله بعد ما جاني المولود بعد اعطوني هديه كمبلغ مالي، بالاضافه الى الكرسي اللي هو خاص بالسياره للاطفال. حتى الناس اللي ما كانت مشتركه تشجعوا لما شافوا زملائهم الموظفين انه عم بيحصلوا على خدمات. بيني وبين نفسي اتحدث بانه مساهمتي تظل مستمره. الرحله للعمره كانت رحله زادت الروابط والثقه واضافت عليها المحبه. موظفه سوت حادث، احنا عقب فتره سمعنا ان صندوق السعاده هو اللي غطى التكاليف. الهدف من انشاء الصندوق هو تعزيز روح التضامن. صندوق السعاده يشارك في فعاليات اللي تخلي الموظفين دائما سعداء. لا تترددوا في التواصل معنا عبر البريد الالكتروني او زياره موقعنا في الطابق الخامس.